ما الذي يمكن أن يركبه المتسابقون في بعض المسابقات؟ يا يابه يا يابه قوة أستاذ إبراهيم انطيني الحيوان الحصان الحصان الحيوان الحصان بقدب 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 الحصان برافو ولكن جاء ثالث احتمال إذا عرفتيه ستهدي الأول أو الثاني ممكن نروح وياكم الجمل ها؟ الجمل الجمل صح ثامن احتمال يعني راح ياخذ استاذ ابراهيم قرر نلعب وياكم لو تحوله على عائله العاني شو تقولون ها اخذوه يلا استاذ ابراهيم تفضل ست هديل واهلا وسهلا واهلا اهلا اهلا اخ محمد انطيني ما الذي يمكن ان يركبه المتسابقون في بعض المسابقات استاذ سياره السباق ها سيارات السباق اذا السيارات خلينا نشوف السيارات برافو عليك اقوى احتمال وست بيداء الدراجات الهوائية الدراجات الهوائية برافو الاحتمال الثاني برافو دكتور احمد ما الذي يمكن ان يركبه المتسابقون في بعض المسابقات وباعوا على اللوحة القوارب شيطلع. نعم القوارب 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 الزوارق القوارب المائية برافو الاحتمال الرابع أستاذ إبراهيم دراجات نارية الدراجات النارية خلينا نشوف الدراجات النارية خطأ أول لأنه الدراجات هي جتي دراجات هوائية نفسها دراجة بس ها صارت هوائية صارت بخارية محمد وقت محمد لا خطأين انتبهوا ركزوا الآن من حقكم الآن أن تشاورون وتحجون حتى لا تحجون بعدين يا الله وست بيداء الطائرات الطائرات نعم الطائرات خلينا نشوف هل هناك ما الذي يمكن أن يركبه المتسابقون في بعض المسابقات يقول ست بيداء الطائرات مع الأسف خطأ ثالث ما أجدت بالاحتمالات ربما الطائرات الشراعية يمكن أكسر بها سباقات لكنه ما إجا إجت أشياء أخرى والآن نسمع من الأخت هدى شو تقولين التزلج على الجليد التزلج على الجليد وحيدر أستاذ عيد السؤال بلا زحمة عليك الله أكبر لا العفو بين الحيوانات عبالي الحيوانات ما أعرفاني ما الذي يمكن أن يركبه المتسابقون في بعض المسابقات مو المنطاد هذا اللي هذا البتجو اللي يطيرون به هذا البتجو وهديل التزلج 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 وهذا اللي بالهواء يطيرون به هسه الان القرار عندك اخ محمد انت شو تقول تزلج التزلج خلينا نشوف التزلج برافو